هناك حديث خطير أيها الأخوة، كلما قرأته كلما قرأته مقت نفسي أيها الأخوة، أمقت نفسي، أخاف أيها الأخوة، أخاف. هذا الحديث رواه ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي، أني عارف، قال لهم أني عارف، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة. جبال تهامة سلسلة جبلية قريبة من مكة المكرمة، أمثال يجيبوا حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، يعني كبيرة وبيضاء ناصعة، فيجعلها الله هباء منثورا، جريح تنسفها تروح كلها. قال ثوبان: يا رسول الله، يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم. كيفاش خادمين هذو؟ كيفاش خادمين هذو الناس هذو؟ بالك احنا نكون منهم ولا؟ نقولهم لكم ايها الناس ولا الاخوه ولا ما نقولش؟ نقولهم لكم هذو الناس من هم؟ قال عليه الصلاه والسلام: اما انهم اخوانكم، اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، كما تصلوا يصلهم، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذو يستخفون ممن؟ من الناس، لا يستخفون من الله. فالإنسان يتعلم يا إخواني، يتعلم، نتعلم كلنا نقع في هذا، لكن الذي يريحنا أيها الإخوة مش الشيء الذي يريحنا، أن بعض العلماء قالوا أن الإنسان الذي يعصي الله سبحانه وتعالى في حال ضعفه، في حال الضعف الذي ركبه الله فيه، في حال الضعف أمام الشهوة مثلا، ثم استنار قلبه وفاق الضمير تاعه، حيا الضمير تاعه، فاستغفر الله وتاب الى الله، هذا الحديث لا يعنيه، لنعاود تمتم تاب الى الله. لكن كاين الناس هما هكذا خادمين، هكذا مصنوعين امام الناس، من خيرة الناس، من خيرة خلق الله، ادبا واخلاقا، ويتكلموا غير بالايات، وفي الفيسبوك ينشروا غير الحكم المليحة وغيرها، وهم شر الناس، شر الناس إذا كانوا لوحدهم، يعني متعمد، متعمد أن يفعل هذا، مش عن ضعف، لا، هو خادم هكذا. قال: هذا الذي يعنيهم الحديث. القرآن يريد منا، يريد من عباد الله، يريد أن يتعلموا أن لا يخشون أحدا إلا الله، وتدربها فيك، ما راح تجيك في فترة هكذا قصيرة ولا مرة واحدة أتولي غير تخاف غير الله عز وجل، تحتاج إلى الدربة، تتدرب، يعني كما يتدرب الكثير من الرياضيين حتى يصلوا إلى أعلى المراتب، قالوا يحتاج إلى دربة.